السلام الله عليكم ورحمة الله. أعزائي متابعي قناتنا الكرام، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على دجاج الصاصو أو ما يعرف بالكروازي. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. إخواني الكرام، دجاج الصاصو فرنسي الأصل، كيتعد من السلالات العملاقة حيث كيتراوح الوزن ديالو ما بين 3 كيلو حتى 3 كيلو و 700 ظرف 90 يوم. يعني هاد الدجاج الصاصو معروف في المغرب وكيتواجد بكثرة. مجموعة الناس كيطلقوا عليه الدجاج الكروازي أو ما يعرف الدجاج الحبشي أو دجاج المزرعة. هاد الدجاج الإخوان راه بحالو بحال البلدي، راه ما كاينش الفرق بين دجاج الصاصو ودجاج البلدي، راه نفس الخاصيات اللي في هذا. عنده مناعة قوية، سريع النمو، كيتأقلم مع جميع الظروف، يقدر يعيش في المناطق اللي هي باردة والمناطق اللي هي سخونة، ما كاينش مشكل. يعني الماكلة حتى من ناحية التغذية بحالو بحال البلدي، يعني كيتغذى على كل شيء. ممكن تعطيه العلف المركب وممكن تعطيه العلف الطبيعي اللي هو الدران والخلا والشعير إلى آخره. مجموعة الناس تيقول لك هاد الدجاج الصاصو إلا بغينا نشريوه منين غنشريوه؟ إخوة الكرام، كاين جوج طرق باش تاخد الدجاج الصاصو. يا إما غادي تشريه من الكوفوار، الشركة الوحيدة اللي كتبيعو في المغرب، يعني غتشريه نهار واحد، يا إما غادي تشريه من الإخوان المربيين اللي دايرين بروغرام مع الشركة ديال أوكاها، وتيعاودو يقلبو فيه البيع على 21 يوم، تيعاودو يبيعوه على 21 يوم، يعني بعد ما تيعطيوه التحصينات ديالو أو تيخرجو يبيعوه. حتى كيتراوح ما بين ديال نهار واحد تقدر تاخدو بين 3 دراهم حتى 4 دراهم ديال النهار، وديال 21 يوم تقدر تاخدو ما بين 10 دراهم حتى 13 درهم. غير هو الإخوان حذري ثم حذري تشريوه من الأسواق الأسبوعية. هذاك الدجاج اللي كيتباع في الأسواق الأسبوعية راه ماشي ثقة، نقولها لكم من هنا. علاش؟ لأنك كتلقاه العمر ديالو صغير، ما وصلش ل 21 يوم، لي فاكسان ديالو يقدر دار عاطينهم ليه، يقدر ما يكونوش عاطينهم ليه، يقدر يكون فيه شي أمراض، يقدر يكون فيه شي مشاكل، وتيخرجوا يبيعوا في الأسواق الأسبوعية. واخا ما يكونش مريض، هو يكون الصحة جيدة في الأسواق الأسبوعية، راكم كتعرفوا الدجاج. يعني إذا ما كانش هو مريض، غادي يكون وحده دواجن أخرى مريضة. بحال كتلقى السوق راه مخلوط فيه دجاج بلدي، فيه كل شيء، الحيوانات والمواشي، يعني سهولة أنه يتصاب بالأمراض بسهولة. بغيتي تاخذو نهار، فكاين الطريقة الأولى تاخذو عنده نهار عند الشركة، حتى إلا ما قدرتيش تاخذو عند الشركة مباشرة، تقدر تاخذو عند الإخوان اللي كيشريو دايرين البروغرام عند الشركة. اللي كيشريوه راه يقدر يبيعوه لك عنده نهار. تجيبو كتهيئ له البيت، الحضانة ديالو، يعني السخانات ديال الغاز، أو إلا كانت الكمية قليلة تقدر دير ليه شوفاج ديال الضو أو بولات ديال الانفراروج. إلا كانت الكمية قليلة، ما كانت كمية كبيرة، فلازم دير السخانات ديال الغاز. درجة الحرارة الإخوان لابد تكون 35 درجة في الأسبوع الأول، 35 هي غدا وأنت كتنقص. تعطيوه لي فاكسان ديالو ديال البومبورو، البروشين، لابيست، نيوكاسل، وتعاود دير الفاكسان في 7 أيام، في 14 يوم، وتعاود الرابيل في 21 يوم. هو الإخوان يعني في ظرف وجيز دغيا تيوصل من النهار الأول ل 21 يوم، يقدر يوصل حتى 450 غرام. هذا هو الميزة اللي فيه، أنه سريع النمو دغيا تيكبر. يعني العلف اللي ممكن تعطيوه هو العلف المركب، احسن حاجه. ملي تيكون صغير ممكن نعطيوه العلف المركب احسن، باش نتجنبوا المشاكل ديال الجهاز الهضمي ومشاكل ديال التغذيه. بالنسبه كما قلنا ديال النهار كنجيبوه تنشوفوا السخانات ديالنا، لازم يكونوا درجه الحراره 35 درجه، لازم يكون عندنا الماء نقي، لازم تكون عندنا الارضيه فيها نجاره، ما تكونش تبن. من الأحسنية أنك دير نجارة في الكوري، يعني تكون السخانات ديال الغاز يكونوا متوفرين، تكون دير له الماء نقي في الشرابات ديال الديماراج اللي فيه 2.5 لتر، يعني النجارة تكون قادة في الأرض. نحاولوا ما أمكن نشوفوا الكوري يكون مهوي مزيان، يعني ما يكونش مغمق، ونشوفوا التيار الهوائي ما خصوش يكون، يعني نتجنبوا التيارات الهوائية باش الفلوس ديالنا ما يتصابش بالأمراض الجهاز التنفسي، ونمشيو معاه. تنعطيوه العلف ديال الديماراج الاول، كنعطيوه العلف ديال الديماراج، كنمشيو معاه بشويه بشويه بشويه، ولي فاكسان ديالو في الوقت، لي فيتامين ديالو في الوقت،
ونحاولوا ما امكن نتجنبوا المشاكل ديال الامراض الطفيليه. نحاولوا نديروا الباسان في الباب ديال الكوري او البيت اللي غنربيو فيه داك دجاج الساسو. نديروا البيوسيد يعني في الباسان باش ما ندخلوش الامراض الطفيليه، يعني بحال مثلا السالمونيلا ما نقلوهاش للدجاج ديالنا لاز ديالنا. يعني هذه اللي فيه ميزه زوينه انه سريع النمو، يقدر يوصل الوزن ديالو حتى 450 غرام في ظرف 21 يوم. من بعد 21 يوم الاخوان تنعزلوا المار من الفميل، نقدو مثلا اذا كنا غادي نعاودو نقلبو فيه البيع على 21 يوم، نبيعوه للمربيين اللي باغين واحد الكميه قليله. كنا بغينا نحتفظوا به، راه ممكن نحتفظوا به وندير له واحد المسرح كبير على برا من الكوري، وندير له واحد الباب صغيره بين الكوري والمسرح، يعني بدا يخرج النهار كامل يسرح على برا، لانه راه عنده مناعه قويه بحالو بحال الدجاج البلدي، راه ما كاينش فرق. الفرق اللي كاين انه هو سريع النمو على الدجاج البلدي، بالحق تيكونسومي بزاف، يعني تيكونسومي بواحد الكبيره، يعني تبارك الله عليه الماكله اللي عطيتيه ما تكفيش، ولكن هذيك الماكله اللي تياكل تيحولها لك اللحم عكس البلدي. البلدي يعني ثقيل بطيء في النمو ديالو. هاد الدجاج الكروازي الاخوان كما قلنا، الا بغينا نخدموا واحد الخدمه اللي هي زوينه وتخلي لنا ربح اكثر واكبر، هي نخليوه 21 يوم نخرجوه لبرا يسرح في المسرح ديالو، والعشيه يدخل نعاونو نعطيوه الماكله غير من العشيه للعشيه حتى هو باش يبقى يدخل للكوريويبات. الصباح يخرج المسرح، كنحاولوا نعزلوا المال من الفيميل، الا بغينا نخليو المال نكبروه نسمنوه فهو راه مطلوب بشكل كبير. لي مال ديال الدجاج الساسو بواحد الشكل ممتاز، يعني مجموعه ديال الاخوان كيطلبوا على الذبيحه، وحاليا كنلقاو اصحاب لي ريستورات، كنلقاو اصحاب التريتورات ممولين للحفلات تيبغيو الدجاج الكروازي بكميه كبيره خياليه، عكس البوليتشير اللي ولاو دابا كلشي كيهرب منه، ولاو كيمشيو لهاد الدجاج الساسو حيت كيتربى بشكل طبيعي. بالنسبه للفيميل نتقد نخليوها تبيض لينا، لي فاميل انهم يبيضوا لنا نقدروا نبيعوا البيض ديالهم بشكل طبيعي عادي بحالو بحال البلدي، انه تيسرح تيرد الرعاه بيو عادي ثمن ممتاز، يعني بحالو بحال البلدي. غير هو الاخوه اللي خاصنا نحتاطوا منه هو البيض المخصب، نحاولوا ما امكن نبعدوا منه، ما نشريوش البيض المخصب. علاش؟ حيت كاين الناس الله يهديهم واحد المور بعض المربين، ماشي المربين، بعض المربين كيبيعوا الناس البيض المخصب ديال الساسو او ديال الكروازي على اساس انه مخصب 100%، هو غير مخصب 100%، يعني تتكون واحد النسبه ديال التخصيب واحد 30% او 40% او حتى 50%، يعني كيبيعوا بجوج دراهم او جوج دراهم ونص. الا انا غادي نشري ديك البيض المخصب غير بجوج دراهم مثلا، نشري واحد الكميه وفي التالي تعطيني 50%، كيولي تقال عليا الفلوس ب 4 دراهم ولا 5 دراهم، مع العلم ان الشركه كتبيع الفلوس بجوده عاليه بثمن ارخص. اذا النصيحه ديالي للاخوان، حاولوا ما امكن انكم ما تشريوش البيض المخصب، حاولوا انكم تشريو الفلوس من الشركه او من بعض المربيين اللي كيعاودوا يقلبوا فيه البيع، فهذا تقدروا تضمنوا السلامه ديال الكتاكيت بجوده عاليه. الاخوان الكرام، الحلقه ديال اليوم سالت، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك او بالجيم، او راه القناه مازال ما كاينش المغرب، راه الاشاره ديالكم اي اقتراح او تساؤل او استشاره او انتقاد بشرط يكون بناء، فباب القناه مفتوح للجميع. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.